سمارة راه كاينه هنا سمارة وكاينه العيون سيدي افني هاد المحطه اللي كيبانوا فيها الهزات الثدييه فوق هادي لا فوق فوق كاع فوق هذه هادي هي القريبه منين يقولوا هي القريبه من البؤره دابا هادو كلهم اهتزازات ديال الارض في وقت واحد كاين اهتزازات من كل جهه وكي السينيال كيجي هكا مجموع بهذا الشكل ولكن صغار لا كانت زلزال قوي كيظهروا بهذا الشكل اللي صورناه مباشره كيظهر الاشاره الكمبيوتر خلال دقيقتين كيدير الحساب تاع البؤره يعرف الاحداثيات المكان اللي كاين العمق ويعطينا بعد جوج دقائق القوه على سلم ريشتر وكتنزل على الخريطه ديال المغرب نعرفوا المكان بالضبط الجماعه والعماله الاقليم كلهم وهكا نتابعوا النشاط كله في الزمن الحقيقي هذا شنو هي المحطه هنا اللي سجلت سبعه ديال الدرجات كلهم سجلوا سبعه كلهم كيديروا المعدل وحده تعطينا 6.8 وحده تعطينا 7.2 وحده تعطينا 7.1 الاخرى تعطينا 6.8 نديروا المعدل ديال المحطات كلها كيجينا سبعه بهذه الطريقه كنستعملوا المعدل باش نعرفوا القيمه الاكثر قربا للحقيقه للواقع كيف كتشتغل المحطات الان هذه محطات ذاتيه الاشتغال سي دي ستاسيون اوتونوم دونك المحطه راه كتشوف الصور ديالها مثلا ها هي محطه ديال العيون شوفوا التركيبه ديالها عندنا واحد لابغي فيه بارابول دو ديميسيون فيه لي بانو سولير وهو كيشتغل ذاتي اوتوماتيك كيرسل اوتوماتيكمون لا كان شي مشكل ولا كيظهر على الشاشه هنايا ذاك الوقت يمشي فريق تقني يتدخل باش لا كان شي اصلاح لا كان شي تغيير كيقوموا به قبل قليل كان شي هزه ارتدائيه هضرنا عليها نعم الهزه هذه كانت بقوه 3.8 مباشره بعد ظهورها هنا على الشاشه كي اتصالات من مراكش رانا حسينا بهزه واش هي زلزال فعلا كنقول نعم راه هي هزه ونعطيهم التوقيت ديالها والقوه ديالها وفي الموقع ديالها بالضبط اذا هذا يخلي الناس يعرفوا بلي راه حنا كنراقبوا هذه الاهتزازات كلها كما ما كان حتى حاجه اللي ما كنسجلوهاش كنسجلوا كل اهتزاز حتى اللي ما كيحسوش بها الناس كاين هزات صغيره ما يحسوش بها حنا راه كنسجلوها وكنديروا لها اللي كنحطوها في الجدول الهزات الاعتداديه كلها عندها علاقه بالضربه الاولى كلها مرتبطه بالهزه الرئيسيه كلها هذا كتسمى الازمه الزلزاليه كيجي زلزال كبير ويتبعوه الهزات الارتداديه هذا هو الشكل تاع الازمه الزلزاليه كيفاش كتوقع وهذه الزلازل الارتداديه كتبقى واحد المده اسابيع بضعه اشهر وهي غاديه في الانخفاض حتى ترجع للحاله اللي كانت قبل واحد الهدوء نسبي زلزال كل 6 شهور ولا بحال هذا يعني ترجع بحال الحاله اللي كانت عليها قبل كم تم تسجيل من الهزات ديالي حتى الان منذ ضربه الزلزال ديال الجمعه منذ الهزه الرئيسيه منذ الزلزال تاع 7 درجات سجلنا مئات الهزات الارتداديه لحد الان عرفتنا 600 هزه وبعدها صغار يعني غير اهتزازات المهم نقولوا باللي عددها كيتناقص كل 24 ساعه كنشوفوا العدد كيتناقص بشويه ايضا القوه تاعها كانت في البدايه قوة 5 هذه الهزات الارتدادية 5.7 هي أقصى قوة تاع هزة ارتدادية سجلناها من بعد تحولت إلى 4 درجات الآن 3.0 درجات إذا بهذا الشكل هذا تولي هذه الهزات الارتدادية اللي يحسوا بها الناس ماشي يوميا ولكن تولي مرة في الأسبوع ولا حتى نوصلوا مرة في شهر حتى تنقرض تماما هذه الخريطة تظهر التوزيع الجغرافي للمحطات ديال الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي كتشاهدوا من الشمال للجنوب توزيع المحطات باللون الأزرق هي المحطات اللي كتشتغل الآن أوبيراسيونيل بالأحمر المحطات اللي حنا كنستعدوا باش نحطوا فيها يعني الكابتور سيسميك أجهزة الرصد
إذا حضرنا الموقع، حضرنا الأخر، تبقى غير توزيع الأجهزة. آخر محطة كنا حطيناها كانت هنا في البراجات السد عبد المؤمن، كنا غيرنا الأجهزة. فيما قبل كنا غيرنا أو وضعنا جهاز هنا في سمارة، من بعد حطينا واحد جهاز في العيون، كنا باش نراقبوا هذا المجال البحري حتى هو كيكون فيه بعض النشاط الزلزالي. المحطات الشمالية كانت مشتغلة منذ مدة، نظرا لأن منطقة الشمال معروفة بالزلازل منذ زمن، تقريبا هذه 20 سنة الأخيرة خدات 80 إلى 90% من نسبة النشاط في المغرب كله، خدات المنطقة بين الحسيمة والدريوش، ولحد الآن باقي النشاط مستمر. لكن الآن ظهرت مفاجأة، بعد ما كنا نركزوا على هذه المنطقة في المراقبة، ظهرت منطقة الأطلس الكبير بهذا العنف الزلزالي، اللي ما كناش نتصوروا باللي توصل لدرجة 7 على سلم ريشتر بهذا المقياس هذا، لأن دائما كنا ننظروا عليها أنها منطقة ذات مستوى نشاط منخفض ماشي، لكن دائما الطبيعة تعطينا أمثلة ديال الانتباه. دائما خصنا نراجعوا دائما الدراسات القديمة وإعادة النظر فيما هو موجود، والقيام بمجهود علمي دائما أكثر لمعرفة هذه المناطق، كيفاش السلوك الزلزالي تاع كل منطقة والمستوى اللي واصلة له. شوفوا أيضا بهذه المراقبة كانوا نعرفوا حتى الفوالق والصدوع اللي ناشطة، ونفرقوا بين الصدوع الهادئة والصدوع الجيولوجية الناشطة اللي فيها حركة مستمرة.